صاحبة مشوار فني قصير جداً لكن لها بصمة في الدراما المصرية. تعاونت مع مي عز الدين وفيفي عبدو لكنها قررت الاعتزال، اتجهت للطهي والتقديم التلفزيوني. تذكروا معنا عظيمة حمدي. تعتبر عظيمة حمدي من الوجوه الشابة التي لمعت في بداية الألفينات، وكان ظهورها الأول في مسلسل حمزة وبناته الخمسة عام 2001، لكن شهرتها الحقيقية بدأت عندما قدمت دور سها في مسلسل الحقيقة والسراب، وتألقت بدور صديقة مي عز الدين. شاركت عظيمة بعدها في أدوار بسيطة مثل الحب بعد المداولة وينابيع العشق، وكان آخر ظهور فني لها عام 2006، وقررت بعدها ارتداء الحجاب والاعتزال نهائياً. اتجهت عظيمة لبرامج الطهي وأصبحت تقدم برنامج مطبخ عظيمة، وكشفت موهبتها الجديدة عبر إحدى القنوات الفضائية. دشنت عظيمة لنفسها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت تحظى بمتابعة ملايين المتابعات عبر المنصات المختلفة، خاصة وأنها اشتهرت بتقديم وجبات سهلة وسريعة نالت إعجاب متابعيها. تتواصل عظيمة بشكل دائم مع الجمهور، وذلك حتى تتعرف على الأكلات التي يريدون تحضيرها معاً، خاصة في فترة الأعياد ورمضان. عظيمة ما زالت متمسكة بارتداء الحجاب رغم الشهرة التي حققتها في مجال الطهي، وتحافظ على تفاصيل حياتها الشخصية بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي.